مين هذا؟ اوف اوف يا ولد اختك بتركب مع مين؟ اوف هاي مين انت؟ وش عندك مركب اختي؟ انزل انزل يعني ما تسعى على وجه انزلي وتنزل بعد تعال ما ترضاها على اختك ما ترضاها على اختك اذكر الله يا اخوي اذكر الله اذكر الله خذوه يا عيال 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 خذوه يا عيال اذكر الله يا اخوي اذكر الله يا والله اني جاي اترزق والله ما سويت اركب 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 ما عليك اركب اركب راح اركب راح اركب اللي تمشكلت معه ذا ملحوس ومشكلجي معروف عندنا بالحي علشان كذا تليتك ودزيت بك الله يعطيك العافية وما قصرت الله يعافيك واجبنا ذا بس سالفة البنت البنت طلبتني من سليم